الحل ألا نجادل من نراه يجادل جدلا باطلا، نحن نناقش من كان منا من أهل العلم وطلاب العلم يناقش أهل البدع لا شك، لكن متى رأينا أن الطرف الآخر مجادل وجدل باطل لا يقبل الحق وإنما هو فقط مراء فعندها نعتزل النقاش. فنحن لسنا في حلبة مصارعة يتصارع اثنان وينظر الناس إليهم، أو حلبة مكاسرة من يكسر الآخر، هذا ليس من دين الله عز وجل. فلذا قال لي أحدهم: يا شيخ، هل تجادل اثنين ممن هم من الأحزاب وممن هم يعتبرون أنفسهم على الصواب؟ قلت له: والله الأوقات ضيقة، لكن تقربا إلى الله ندعوهم ونناقشهم ولعل الله أن يهديهم. فعندما ذهبت إلى النقاش فإذا بالاثنين موجودين ولكن يوجد 25 رجل آخر. قلت: شو هذا؟ قال: يا شيخ، نتفرج عليكم وانتم تتناقشوا. قلت له: شو، احنا سينما؟ هذا الشخص لو اقتنع لن يستجيب، أنه ستأخذ العزة بالإثم. أنا أريد أن أدعوه إلى الله، أريد أن أنجيه من الباطل والضلال الذي عنده. فإذا ناقشته أمام الناس حتى لو اقتنع سيبدأ يجادل ويناقش، ونقع كلانا في الحرام. إما أن أناقشه فقط أنا وهو لوحدنا، وإما لا. قال: لا، إحنا نتفرج. اتفرج. إذن الأمر ليس لله، أمر ليس لله. وهكذا في أمثلة كثيرة. يا شيخ تناقش فلان؟ أناقش، لكن أناقشه بشرطين: واحد، أن يعرف أنه يتقبل الحق. اثنين، أن لا يكون أمام الناس. وبالتالي أمام الناس هذا مدعاة. نعم، إذا أنزل شيئا وأعلن به فأنا أحذر من البدعة لا لذات شخصه، فأنشر أمام الناس تحذيرا من بدعته. إذا تنبهوا، وهذا معنى المراء في القرآن كفر، أن الجدال في القرآن يؤدي إلى إيش؟ الكفر.